أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي له تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم تقون إني لكم رسول أمين.
فاتقوا الله وأطيعون. وما أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
يأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فنجيناه وأهله أجمعين.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون وما أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت
هل أنبئ
ولقى الله